صغر يا ما بصير تستسلم هيك. يلا يا بطل تعال قوم. أخي شو في فضل الله؟ قول يا بطل. يلا قول. سوء أهلي بأمانتك. شبك؟ ليش أنت لوين بدك تروح؟ رح نطلع من هون وأنت رح تتعافى أخي. إيه لا تستسلم. تعرف لو كنت أخي الحقيقي ما كنت حبيتك لهالدرجة. طبعا بعرف يا أخي وأنا بحبك كتير. إيه هي وصيتي، خبر أمي إنه ما تبكي. أخي يا غر، يا غر يلا افتح عيونك. فضل الله فضل الله يا غر. تحمل كمان يا غر، لا تستسلم يا أخي. يلا افتح عيونك لأشوف، لا تعمل فيني هيك. رح نطلع من هون مع بعض. فضل الله تحمل شوي، نحن رح نطلع من هون. بوعدك بهالشي. يلا أخي فضل الله. أنا ما سمعت أي شيء. وأنا كمان ما سمعت. سيدي كأنه في حدا نادى. أنت متأكد؟ والله ما بعرف، يمكن هيك تهيأ لي. أصل تحمل، راح تعيش. تحمل يا أخي، راح تعيش. راح نطلع من هون. ضاين تحمل تحمل. ما عم تسمعوني؟ لك ما في أي حدا هون؟ ولك؟ ما في حدا هون؟ مشاهد
سيدي هذا مجاهد، الصوت جاي من فوق. أخي تحمل، راح تعيش، راح يجوا ينقذونا. أخواتنا ما راح يتركونا، بس إن شاء الله ما يتأخروا. لك أخي عم يموت، ما حدا عم يسمعني هون. طاهر، مجاهد، مجاهد، حافظ، أخي حافظ، حافظ، استعجل، أنتوا بخير؟ أسرع أخي، وضع الغير خطير، طلعونا من هون يا أخي، ساعدونا بسرعة، الغير خسر كتير دم وعشوي رح يموت، يلا ساعدونا، عاشق، استعجلوا نحن رح نخسر فضل الله. تمام، اهدى شوي، رح نطالعكم. طاهر، أمن المكان. تحت أمرك سيدي. مجاهد، اهدى شوي، في مدخل عندك؟ لا، هدموا المكان فوقنا، ما في غير هالفتحة اللي موجودة بالسقف. رح نطالعكم. يا غير، تحمل يا أخي، هاي إخواتنا أجوا، كيف رح نطالعونا؟ انت بس بعد من هون بسرعة، رح نفجره ونوسع الحفرة. رح يفجروا السقف، رح يفجروا، يا ربي. تمام تمام يا غير، تحمل، يلا راح اسحبك لهنيك. ماشي اخي، تحمل. خليك مع فضل الله واحمي راسه. ماشي، يلا فجر. نحن جاهزين، يلا فجر. ثلاثة، اثنين، واحد. جاهد أخي، أنت منيح؟ منيح، لازم ننقذ الغر. الهليكوبتر رح توصل. من أمتى هو بهالحالة؟ 5 أو 6 ساعات. في نبض بس وضعه مو منيح، خلونا نطلع بسرعة. يلا امتى منوصل عند الهليكوبتر؟ إذا ضلينا عم نمشي هيك ما منوصل قبل ساعتين. بصراحة إذا ما وصلنا على المشفى من هون لساعتين ممكن نخسره. هو أبضاي راح يقدر يتحمل كمان، بس لازم نقدم له الإسعاف بسرعة، خسر دم كتير، نبضه ضعيف وفاقد الوعي. شو رأيك؟ لو في شي مشفى قريب أو حتى مستوصف، بلاقي سدادة أوردة وبخيط له الجرح وبعلق له السيروم لبين ما نوصل على المستشفى. ما فيك تعملها هون؟ مستحيل هالشي. وقفوا. طاهر، افتح الخريطة بسرعة. سيدي، في ضيعة بعد 2 كيلومتر وفيها مستوصف. تمام، اركود ودبر سيارة فورا. تحت أمرك سيدي. Thank you.
تمام آمن. يلا انتبهوا نزلوا على مهلكم. شو عم يصير؟ مين انتو؟ نحن عساكر أتراك. تعالوا على مهلكم. يلا يلا ساعدنا يا أخي. شوي شوي. عندكم دكتور شي؟ أنا ممرض، ما في دكتور هون. طيب وين الأدوية اللي عندكم؟ هون. انخفضت حرارة جسمه طبيعي لأنه نزف كتير. ايه ماشي، هلأ بعطيه قد ما بده دم، المهم يتعافى. أخي مو وعدتك إنه رح نطلع من هاي المحنة؟ ماشي أغمى عليك بس عادي. إيه هلأ أخوك عاشق رح يساوي لك عملية مرتبة ورح تقوم مثل الأحصان. ماشي يلا أخي عاشق، خلونا نشلحوا أواعي. استعجل، هالمكان آمن؟ قال شافوا مجموعة من الإرهابيين، بعتقد عددهم شي 5. عم يسألوا عن بنت. أي بنت؟ هي واحدة من الإرهابيين بس هربت منهم وهلأ عم يلاحقوها. يعني ممكن الإرهابيين يكونوا هون؟ بالضبط. عندكم مختار؟ في بيته بآخر الطريق. طاهر ركود لعند المختار واشرح له الوضع وحاول تجيبه معك لهون منشان نقدر نطلع أخونا فضل الله. تحت أمرك سيدي. ركود رح تتعافى يا بطل. رح يتعافى، رح يبعتولنا الدعم لهون ورح يجيبوا دكتور. تحمل كمان يا بطل. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. في شيء منقدر نساويه؟ بتعرف قال في مجموعة إرهابية بالمنطقة، خبرونا إذا حدا شافهم جايين لهون. هنن بالمستوصف من داهم هلأ؟ لا وقف، كم شخص في جوا يا ترى؟ ممكن يكونوا كتار. روحوا شوف. وكيف بدي فوت لجوا؟ ليك اي يلا شلاح وعيك. خود موقعك بتقوصهم فورا. تمام. جماعتنا رح يجوا منشان ياخدونا. ايه ونحن موجودين هون ومستعدين نقدم اي شيء بتحتاجوا له. رح خبر اهل الضيعة مشان يفتحوا عيونهم منيح. انا ندماني على شو؟ ندماني اطلعي على حالة اخي بين الحياة والموت، ما بنعرف اذا رح يموت ولا رح يعيش. مجاهد اهدى شوي. شلون بدي اهدى سيدي؟ اي هدوء؟ هاي المرأة اللي قتلت لك زوجتك. بعرف. سلمتكن حالي، رح اعترف بكل شيء. صدقني رح اقول كل شيء بعرفه. كلياتهم خدعونا، الله ياخدهم. ندماني لك جاهد. طلعي فيني. بوس ايدك سامحني، والله انا ندماني بترجاك سامحني. صدقني ضميري كتير عم يعذبني. ما لازم تطلبي السماح مني. أنا مستعدة أطلب السماح من مين ما بدك، بس بترجاك سامحني. من الله
خذها لجوا وتأكد انك رابطها منيح. نحن رح نسلمها للاستخبارات. تحت امرك. تحت امرك سيدي. نحن رح نستنى هون ليجي الدعم. وهالمرة؟ أخي فضل الله عم يصحى. يا غر يا غر، هو عم بفوت بصدمة. شو صدمة؟ امسكوه منيح، امسكوه، لازمنا مساعدة. يلا تصرف انت، يلا ساوي شي عاشق. في اثنين جايين. طاهر انتبه، مجاهد الباب. يا غر ساعدوني ساعدوني، أخي مريض كتير، ساعدوني. وقف دخيلكن، أخي مريض كتير. تعال لهون يا أخي. ديروا بالكم، هدول رجال زولاف. لك يضرب هالقص الكسر. فتحوا عيونكم وانتبهوا منيح. طاهر، انبطحوا على الأرض، انتبهوا، ديروا بالكم. ساعدني يا أخي. ماشي. عاشق بترجاك تنتبه على الغر، لازم تساعده، ما فينا نعيش ولا لحظة من دونه. سيدي في قناص برا، انتبه لا تطلع راسك أبدا. جايين. طاهر افتح الباب، افتح الباب للآخر، خليهم يجوا، نحن رح نستقبلهم. جاهد. أمني يدوية. تمام. يا كلاب بكفي هيك، انتو ما بتتعبوا من قلة الشرف يلي عم تعملوها دايما؟ ما رح اسمح لكم تاخدوا ارواحنا، وما رح اعطيكم اخواتي ولا حدا من اصدقائي، ما رح تقدروا تاخدوا اي شي منا. اللي عم تشوفه؟ ايه شفته. تمام. انا بفتح الباب وبركض، بيستهدفني وانتو بتقتلوه فورا. مستحيل، هاي مخاطرة، ما بعرض حياتك للخطر. شو راح نساوي لكان؟ منوقف ثلاثتنا مع بعض، يا بيصيب واحد منا او منصيبه. هاد الشيء اللي انا بحبه. الغربي امان جوا؟ بامان، لا تاكل هم. تمام، اسمعوني، رح نوقف كلياتنا ونقوس باتجاهه. استعدوا يا رجال، نحن رح نقتله لهالواطي، كلامي مفهوم؟ مفهوم. تحت أمرك. تحت أمرك سيدي. جهزوا. أوصوا. لسه في حدا تاني؟ لا ما بعتقد، هذا آخر واحد. برافو يا أبطال، حلال عليكم يا سباع، الله يقويكم.